متجوز بقالك كام سنة؟ 5 سنين. يعني هكمل 10 سنين. سنتين. أنا متجوز بقالي 11 سنة. متجوز 3، طلقت 2، واحدة جابت ود وطلقت، واحدة ما جابتش واصل الأولانية ما جابتش ولا حاجة، طلقت جبت التينة جابت ود وبيت البيت ربنا حبني وخنقها خنقان، طلع من ريحة خلاها للود، هي ما ريحش، قلت لها توكل على الله، توكلت على الله، جبت الثالثة شابكة في رقبتي مش عادة تحل واصل باين عادة تحل بيها، لكن أنا اللي هحل بيها. حياتكم مع بعض عاملة إزاي؟ عادية يعني، أكيد بيبقى في مشاكل طبعا، بس بنتفاهم يعني. هو أهم حاجة أنا شايفاها أنه في الجواز أهم من الجوز نفسه أنه يكون هو صاحبك، يعني دي بتساعد كتير جدا في ان احنا نعدي اي حاجه، يعني لما تقعدوا تتكلموا مع بعض تدردشوا مع بعض كانكم صحاب قبل ما تكونوا متجوزين، دي بتساعد كتير جدا يعني. لا في مشاكل وفي، بس المشاكل بتروح في ساعتها يعني، ومره هي بتتنازل انا بتنازل وبتروح. هي انسانه كويسه جدا، فبالتالي انا متمسك بيها وعايز اكمل معاها، وبالتالي انا عايز يعني اتحمل اي حاجه ممكن تكون موجوده. المشاكل اللي بتيجي بتقوي العلاقه، مش عكس الناس ما هي فاكره ان هي قدها في العلاقه، بالعكس كل ما بتبقى في ازمه كبيره في العلاقه والاثنين بيقدروا يمروا منها بتخلي العلاقه بعدها اقوى منها بكتير. لو قلت لك اوصفها بكلمه ممكن تكون ايه؟ حياتي كلها. هو بيمثل لك ايه في حياتك؟ كل حاجه. بتمثل لي كل حاجه. حياتي كلها. كل حاجه. يعني ما الولية يعني عملاني أقول له حسن مبارك السيسي. يعني كويسة معي 4 منها، بنتين وولدين. لو في يوم حصل وانت فقدتها للأمل، حياتك بعد كده هتبقى عاملة ازاي؟ مش متخيل، سؤال صعب، مش هينفع أرد. هو أنا مش متخيلة حياتي أصلا بعدها، لا صعب اتخيلها اصلا يعني، مش عارف. هتبقى عذاب. مش ممكن تعمل زي الرجاله اللي بتتجوز على، لا من الصعب. صعب؟ لا انا عندي ولاء لواحده فقط، ما ينفعش. ماتت؟ توفت. اجيب الرابعه لان والله العظيم مثل حاجه الرابعه عندنا دي، فما انت كلها تنزل عليها خالص؟ اخذ لها 2 3 4 بس كده؟ لما تطول قوي حتى ال 40 يوم، والله نفسي اخذ الرابعه. بس خدها يا ما فيش طشه ما فيش. انا مش قادر اتخيل يعني، حتى لما بيجي هاجس الشيطان في اللحظه ان انا هفقدها او كده، انا ما بقدرش حتى ان انا ادي نفسي فرصه للهاجس ده، لان هو مؤلم ومرعب. مش بس يعني مرعب، يعني هي كل حاجه، يعني انا حياتي كلها هي متداخله فيها، كل جانب من حياتي هي موجوده فيه، فلو اي حاجه والعياذ بالله حصلت لها مش ما اقدرش حتى اتخيل السؤال عشان اجاوبه.